لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في عالم الرياضة. انضم المدافع أيوب العملود إلى قائمة اللاعبين الذين شددوا عقودهم مع فريق الوداد، حيث شدد عقده لموسمين قادمين خلال مرحلة الانتقالات الصيفية. ويذكر بأن فريق الوداد جدد لكل من اللاعب أيمن الحسوني والمهاجم شوفير تسومو، بالإضافة للحارس أحمد رضا التكنوتي، كما وافق اللاعب يحيى شبران حسب بعض المصادر داخل فريق الوداد على التجديد لموسم واحد مع الفريق الأحمر بالميركاتو الصيفي، ليحسم بذلك مستقبله بالبقاء مع فريق الوداد في الموسم القادم. حسم فريق الوداد صفقة المهاجم سيف الدين بوهرة لاعب نادي شباب المحمدية بالميركاتو الصيفي، حيث انتقل المهاجم سيف الدين بوهرة لفريق الوداد على سبيل الإعارة لموسم واحد خلال مرحلة الانتقالات الصيفية. ويذكر بأن المهاجم سيف الدين بوهرة لعب الموسم الماضي بنظام الإعارة لنادي المغرب الفاسي، حيث قدم مستويات جيدة معه في البطولة الوطنية، ويشغل المهاجم سيف الدين بوهرة مركز الجناح الأيسر. وقع اللاعب ياسين البحيري بشكل رسمي لفريق الوداد، وذلك بعد توصله بعقد جديد يتضمن منحة المردودية من طرف ساعد النصيري، حيث وقع اللاعب ياسين البحيري بعد أن موافق على شروطه التي كان يطالب بها ساعد النصيري، لينهي بذلك ملف تعاقده مع فريق الوداد خلال مرحلة الانتقالات الصيفية. وسيحمل اللاعب ياسين البحيري قميص فريق الوداد لثلاث مواسم قادمة، وتعد هذه الصفقة هي الأبرز لفريق الوداد بالميركاتو الصيفي، وذلك في انتظار التعاقد مع لاعبين في المستوى الكبير لتقدم الإضافة للفريق الأحمر في الموسم القادم.